امك بشار تام لكن يا عمي لبشار بس شو لبشار محبك شغلي تمام يا سيدي انت يوما بعد يوم عم تثبت انك كفو ولو صحتين وهنا الف صحه بتعرفوا ان محل ارقى من هداك المحل اللي عندنا فيه هداك اليوم يا اخو اكله اطيب شو جاب كثير كثير بس تقدري تساطري تفضل يا عيني ان شاء الله دايما يا استاذ طارق شو هدول؟ هدول ثلاث صفار ولا اربعه؟ لا اربعه اربع صفار يسألك ما قلت له للمعلم انا مين؟ بلا اعتبركم صفار كذا هيك لك انا طيب روح هلا بعدين ترجع تاخذ حسابك بامرك على عيني قديش الفاتوره؟ شو هالبطن؟ 10,000 ليرة قديش بتعود لون طاري؟ هدول 5,000 طيب هاتوا شباب هاتوا لنشوف شو في معكم مصاري بكرة برجع لكم ياهم أنا شو معي؟ ها؟ كلهم 20 ورقة 20 ورقة شو بدي ساوي؟ هات بشار أنا بدي نوهم 20 ورقة حاج بقى شو عم تحكوا؟ جبنا نساوي هلا حبيبي شو بدك تساوي؟ حط له ياهم هون حط له ياهم هون هات لقلا ناوله ياهم بكرة بتجيب له الباقي شو؟ لو سمحت بالله مزبوط في ثقة يعني ما فيها شيء اخي ليك خذ هدول دفع على الحساب هدول 5,000 وانا بكره بجيب لك الباقي لانه انا بالبيت كنت لابس اواعي غير هدول غيرت اواعي وما نسيت انقل المصاري سوء تفاهم يعني لا 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 ما خليك لانه هذا محل محترم وهيك تعليماتي انا اسف جدا وكمان نحن زباين محترمين يعني عادي الاستاذ طارق عم يقول لك انه بكره بجيب له المبلغ بيجيب لك المبلغ عادي والله هيك تعليمات الاداره بدك ما تعرف جد هيك لكم اخي ما في ولا نقله شرك بعتي صاحب المحل روح خير يا شباب شو المشكلة؟ ماجد شكوها أهلا وسهلا اسم حضرتك أنا صاحب المطعم أهلين أستاذ صاحب المطعم الجرسون مو مأمن الأستاذ طارق عبد الحق ابن السيد المدير العام الدكتور أحمد عبد الحق مبلغ تافه مقداره 5,000 ليرة سورية لبكرة جيب ليون مو مأمن عليهم ليك شو مقروه؟ شوف شو مقروه؟ طارق بيك نحن هون بنحاسب الزباين على الآخر قبل ما يطلعوا من المحل فيا أما بتدفع المبلغ كامل يا أما بتتصل بالسيد الوالد يجي يدفع عنك يا أما بتترك لنا هويتك لبكرة يا أما شو؟ يا أما بنطلب لك الشرطة أرجوك تدفع بدون أي ضجة طيب ماشي الحال شرف هاي الهوية بس رح تندم كتير رح تندم كتير تذكر الحكي ما شرفوا شباب ما طلعتوا كفو العمى أنا بحياتي ما شفت مثل هيك شخص وقف على حلمي بقول له ماجد شخصوحة شو اسم حضرتك بيلي صاحب المطعم بيستحي يقول اسمه طارق خليك كفو لا تفوت لي اياها بسيطة مو مشكلة شو هي بسيطة مو مشكلة والهوية اللي اخذها بكره بجيب له بقية حسابه وباخذ الهوية شو افهم يعني بس يعني شو بدك يعمل معه يعني فوت اقتله اعمل له فرقة يا اخي ما تقتله بس شرح لي شرشحها طلع لي اياها من راسه خلص شباب خلونا مروقين هلا مزهزين يلا بدكم في شغلكم مضبوط ايه شو احطوا لا العفن طلع صحيح ابو مدير عام ومدير عام مهم كمان والعمل والله ما بعرف لقيت الحل شو اللي بياكد لي انه هالفاتوره هي للسيد طارق ابنه للسيد المدير العام بركي شي واحد تاني ضحك عليكم وقالكم انا ابنه للسيد المدير العام طيب اتفضل وهي هويته ممكن تنتظر لحظة؟ اتفضل راجع لك ادخل يعطيك العافية استاذ ممدوح اهلين استاذ سعيد استاذ طارق ابنه للسيد المدير العام امبارح كان سهران بشي مطعم وبيظهر ما كان حامل معه مصاري وترك هويته ران واليوم صاحب المطعم بعث لنا الفاتورة
فشو رايك نصرفها ولا ما نصرفها؟ اجت والله جابها لو هي معك. ترى ايه شو قلت؟ نصرفها ولا ما نصرفها؟ نصرفها طبعا، نصرفها يا بني ادم. طيب استاذ ممدوح، من انو بند بدي اخرجها؟ من حي الله بند من المصاريف المسبوقه. شبنا من حي الله بند، ان شاء الله يكون من بند صباطك. احد يلا احد. حاضر مثل ما بدك. على راسي على راسي. اجت والله جابها، اجت والله جابها. يعلم الله انك شرفت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شرف، هاي حسابك بالكامل، هات الهويه. انا ما رضيت احكي معك قدام رفقاتي مشان ما ازعجهم. ثاني مره بتقدر الناس. انا اسف استاذ طارق، واللي ما بيعرفك بيجهلك. وتفضل رجع المصاري لجيبتك، حقنا وصلنا. حقكم وصلكم؟ من وين؟ الشركه دفعت. انهي شركه؟ شركه الوالد. والهويه؟ تفضل يا استاذ طارق، وهي الهويه. يسلموا ايديك استاذ ممدوح، شكرا كثير. انا الحقيقه يعني كنت لابس اواعي، يعني لما رحت على المحل كنت لابس اواعي غير هدوم، غير هدنكه اللي كنت لابسهم بالمحل يعني. وهدنكه الاواعي كنت حاط فيهم مصاري، فلما اجيت بتصير. انا حاسب. بتصير بتصير يا استاذ طارق، انا ذات نفسي صارت معي. مره رحت لاشتري فواكه، قمت فتت صرت نقي من كل سحاره حبتين حبتين، خربت له كل السحاير. ضربت ايدي على جيبتي لقيت ما معي مصاري، اضطريت اني رجع له الفواكه ورحت على البيت بدون فواكه واكلنا خناقه من المراه. يا ميت اهلين وسهلين من استاذ طارق، يعلم الله انك شرفت. استاذ طارق انا سعيد لهالمعرفه، وبتمنى مستقبلا انه تتوطد العلاقه بيني وبينك. ان شاء الله ان شاء الله. شلون سياده المدير العام؟ ان شاء الله صار احسن. منيح الحمد لله، احسن بكثير. بلغوا تحياتي للسيد المدير وقل له امور الشركه هون ماشيه من احلى ما يكون، ولا يهك الهم ابدا، خليه ياخذ راحته، خليه قاعد بالبيت لبين ما رب العالمين يشفيه شفاء كاملا. البركه فيك استاذ ممدوح. الله يخليك. شوف يا استاذ طارق، من هلا ورايح اي فاتوره بتحب انك ما تدفعها حولها لعندي وانا مستعد اني ادفعها. يا ميت اهلين وسهلين. وشلون شغلك خالو؟ الحقيقة يا أخي مو كتير، جمعة بيشتغل وشهر لا. بسيطة بسيطة، إذا بيلزمكم أي شيء أنا جاهز أختي. فضلك سابق يا أخي، بس نحن طمعانين بخدمة غير المصاري. أنا تحت أمركم، شو بيطلع بإيدي يخدمكم ما راح أصير. أنت أختي ومالي غيرك. الله يخلينا إياك ويديمك يا أخي، بس نضال طمعان بوظيفة مريحة عندك بالشركة. ومو حي الله وظيفة، بتلاقي له أهون وأرتب وظيفة. أهلين نضال، كيفك دلال؟ قلتي لها لليلة تساوي القهوة؟ إيه. إيه خالو، إذا بدك وصفك بورشة الدال، بس بدي إياك تبيض لي وشي. هو بده يتوظف مشان يترك شغل الدهان، ريحة الدهان عم بتضايقه، عم يتحسس صدره منها. خالو حط على منخارك كمامة وأنت عم تدهن. بصراحة خال، مليت من الدهان ومن ريحة الدهان، حابين نتوظف عندك خال. بس راتب الوظيفة أقل بكتير من شغلة الدهان لك خالي، حتى الموظفين الكبار عم يتركوا وظايفه ويروحوا يشتغلوا دهانة. لك ما أنا عرفان، عرفان إنه رح يرفض، بس يا ريت لا نحن ولا إجينا. إيه طول بالك يا نضال، أنا برد بحكي معه وبقنعه، ما حبيت ترك عليه قدام مرته. لا بقى تفتح يا سيرة النوب لأنه ما رح يرد عليكي. والله يستر ما يلحق من البيت، ما طبعا صار مدير عام وما بقى يتحاكى. لو كان شي وزير من وراه منفعة أو شي تاجر معاه مصاري كان دغري لباه، أما نحن يا حسرتي ما معانا مصاري نعطيه ولا فينا نقدمه خدمة. عايزني ضايق تحكي هالحكي على خالك، خالك مو من هالناس ومو بعينه المصاري، أنت بتعرف إنه نص مصروفنا بيعطينا إياه هو. من يوم ورايح ما بتاخدي منه ولا فرنك، بتزتيه المصاري بخلقته، وإلا بترك لك البيت وبمشي. إيه إيه خلص لا تعيط، انا احب على قلبي اكل من تعب ابني، واللي تشتغل فيه ناكل فيه مثل ما بدك. لا ما بيصير مثل ما بدك، هدول اختك وابن اختك، اذا انت ما ساعدتهم مين بده يساعدهم؟ لكان
هيك خجلتهم طلعتهم زعلانين؟ أنا لو كان عندي أخ وهيك عمل فيي لحرم أحكي معه طول عمري. أميرة أنت ما تتدخلي بيني وبين أختي، أنا بعرف شلون صالحة. تصطفل منك إلها، أنا عم أحكي بشكل عام ومنشان مصلحتك. إذا بدك تضل على هالحالة ما رح يبقى لك لا قريب ولا صديق. ما استرجينا نقول قابلنا. هلا انت من كل عقلك صدق انه مريض؟ هن عم يقولوا انا لا تاخذ مني غير الكذب، كذاب برنجي محترم. انا لا تاخذ مني غير الكذب، كذاب برنجي محترم. شغل البطيخه، شغلها. ها بطيخه لك هالقرعه هي شغلها. شو بدك تقول؟ مو انا اللي بدي اقول حبيبي، هن اللي عم يقولوا. ايه ايه شو عم يقولوا؟ تنقلق وقلك ان شاء الله. لا يا طيب نزعتها. لك سمعت مثل ما سمعت؟ لا خير. عم بيقولوا ان المدير العام قاعد بالبيت اجازة اجبارية. شو هالحكي يا ابو موفى؟ هاد واحد مدعوم. لا مو معقولة. لك شو مو معقولة؟ معقولة. لا يغرنك الظاهر، الناس مخباية بتيابها. بدخلك شو عامل؟ بعدين بحكي لك اللي سمعته شي بشيب شعر الراس. بعرفه. شو رح يكون يعني غير واحد نصاب سرسري محتال مثله مثل غيره؟ شو رح يكون؟ صباح خير. صباح الخير. 320 205 مرقاب 5 7 5 153. عم بتعرف انا ما حكيت شيء، انت اللي قلت سرسري. ولك وينها هي الطرابه؟ وينها؟ حطيتها على ظهر الغزانه. وليش حطيتيها على ظهر الغزانه؟ شلون بدي اشوفها انا؟ ركزي لي اياها. عادت على المقلوب؟ لا. لك شبك معجوق؟ لك عندي شغل. يلا يلا حط. طمنيني، شو اخبار احمد؟ عم تشوفي اختك هالكم يوم؟ الحمد لله صار احسن، طاب وبكره رح يداوم على الشغل. ايه عاد، خليكي حايمه حواليهم، في رزقه طايره بالجو. لازم نصطادها قبل غيرنا. ها؟ اللي زي على المغسله. ايه ايه بعرف بعرف. اهلا اهلا دكتور حمد. على السلامة. الله يسلمك. يا اهلا استاذ طلال. الحمد لله على السلامة دكتور. اهلين يا ابو صالح الله يسلمك. شو ما بدك تشربنا من قهوتك الطيبين؟ مو على عيني وراسي. دقيقة واحدة بتكون القهوة جاهزة. تسلم يعطيك العافية يا ابني. تفضل دكتور. شكرا. اهلين دكتور. حدا فات قبلي لعنده؟ لا هلا فوتو. تفضل. اشرقت الانوار، اشرقت الانوار. الف الحمد لله على السلامه، الف الحمد لله على السلامه. اهلا يا استاذ ممدوح الله يسلمك. اهلا وسهلا. صدقني اول ما عرفت على انك رجعت لحتى نداوم حبيت اكون اول واحد يقول لك الف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الوريد الشركة، أشرقت الشركة. صدقني بغيابك كانت مظلمة ومعتمة. كان في مسحة على وجوه كل الموظفين والموظفات من الحزن والكآبة بغيابك. كل قلوب الموظفين والموظفات كانت عم تدعي لرب العالمين إنه يشفيك ويعافيك ويرجعك للشركة. لتقود سفينتك لبر الأمان وتزودهم بآرائك آرائك القيمة السديدة الرشيدة. شكرا لك على الورد اللي بعثت لي اياه على البيت. ولو يا استاذ هذا اقل من الواجب. انا كان واجبي اني ضل جنب سريرك وشوف طلباتك. انا اسف ما قدرت استقبلك لاني كنت نايم. يا استاذ انا اللي عندك طلب بكرره للمرة الثانية. بتمنى انك ما ترفضي هالطلب وتلبي لي اياه. وشو الطلب؟ بخصوص المعاملة اللي رفضت حضرتك توقعها المرة الماضية. يا سيدي بصراحة هي المعاملة لأبو يعرب، واليوم تلفلي وسأل عنها، فاستحيت إني أقول له المعاملة لسه ما توقعت. فقلت له إنه توقعت ووعدته إني أخذ له إياها اليوم معي. فأنا بترجاك إنك ما تخيب أملي وتوقع لنا إياها. معاملة لأبو يعرب؟ بس هي باسم واحد تاني.
الواحد الثاني هاد بخص أبو يعرب. هلأ فهمت. طيب أنت انسى موضوع المعاملة، أنا بحكي مع أبو يعرب وبخلصك من هالموضوع. بس أنا وعدته إني أخذ لي إياها معي اليوم. قلت لك أنا بحكي معه وبخلصك من الأحراج. طيب حاضر مثل ما بتأمر. مرة تانية الحمد لله على السلامة. أستاذ ممدوح، نعم، في إلك عندي بشارة. زادونا مخصصاتنا من القرطاسية، بقى إذا ناقصك شي طلبها، أقلام رصاص، برايات، محايات، أقلام كوبيا، دبابيس. يا سيدي فضلتوا علينا بأقلامكم وبدبابيسكم، كتر خيرك. أهلا، الحمد لله على السلامة. بخاطرك سيدي، بخاطرك. شرب قهوة؟ مطرح ما يسري. الو، مرحبا يا سيدنا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. انا ممدوح. ممدوح كيف احوالك سيدي؟ صار معي شغله هيك بسيطه، حبيتك انك تسمعها مني احسن ما تسمعها من المدير العام. هذا يا سيدي في معامله دخلت له اياها، فقلت له مشان يوقعها، وقام رفض يوقع لي اياها. اضطريت اني انا اقول له انه هالمعامله لأبو يعرب، كمان رفض يوقع سيدي. نعم، الله يخليك، الله يسلمك، يديمك فوق راسنا. حاضر. ألو سيدي، نحن بدنا نشوفك بالمزرعة عنا، الخروف جاهز، ها بدنا نشغل البربكيو لك هاد. مع السلامة سيدي، الله معك. في عندنا موظف في المديرية اسمه أبو رعد، بتعرفه؟ طبعا بعرفه. في حدا ما بيعرف أبو رعد؟ أشهر من نار على العلم. بتروح على الذاتية الله يرضى عليك، بتجيب لي اطبالته وبترجع. حاضر، هلأ بخبروني يبعتوا لنا إياها. لا، بتروح بتجيب لي إياها بإيدك. حاضر أستاذ. في شي غيره؟ في هاد إعلان عن مسابقة لتعيين محاسبين من حملة إجازة التجارة، بتحطه بلوحة الإعلانات وبتبعت نسخة منه للجريدة الرسمية، خليهم ينشروه بكرة. حاضر استاذ. بتمروا شي غيره؟ في عندنا موظف اسمه أبو زاهر، بعت لي اياه فورا. حاضر استاذ. صباح الخير استاذ. اهلا، صباح الخيرات. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. استاذ، بالنسبة للوفد المصري وصل امبارح وعم ينتظر موعد مشان يجتمع بحضرتك، فإمتى بتحب تحدد لهم اياه؟ الساعة 12 بالمديرية، وحجزين لنا طاولة على الغداء. لكم واحد؟ إني كم واحد؟ ثلاثة. وأنا واحد، أربعة. بس؟ إيه بس. والأستاذ ممدوح ورئيس دائرة القانونية ورئيس دائرة المالية. لا 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 لا، لا. عم أقول لك أربعة وبس. حاضر. ايه
شو صار مشان موضوع الحفلة؟ عزمتي حدا؟ عزمت كل اللي اتفقنا عليهم، بكرة الساعة 7 بعد الظهر. اختي شو رح تضيفيهم؟ لازم الضيافة تكون تقيلة. ها معك حق، انت شو رأيك ضيفهم؟ الضيافة لازم تكون على 3 أقسام. المقبلات بأنواعها مع لحومات باردة، ولا تنسي القريديس. وبالنسبة للطبق الرئيسي شرحات مطفاية بالحمض والثوم وسمكة حرة، ولا تنسي الخروف المكتف. ومشان الفواكه اختي بتوصي على كيوي، مانجا، قشطة، وكم حبة أناناس. اوف، كل هدول؟ لكان اختي لازم تكسري عينهم من اول زيارة. على قد ما بتقدميلهم وبتوجبيهم، على قد ما بيحترموكي وبيعملوا لك حساب بالمستقبل. معك حق. تفضل. نعم سيدي نعم، قالوا لي سيادتكم طالبني سيدي. ليش هيك خايف ومرعوب ومخطوف وشك؟ لا ما في شيء، انا طالبك لاخذ رايك بالموضوع. رأينا سيدي؟ ايه انت. انا تحت امركم سيدي، تحت امركم. تسلم يا ابو زاهر. اخي ابو زاهر انا عندي جوله بالمحافظات، تفضل تعال تفضل. انا سيدي؟ ايه شرف، تعال تفضل. لا محمد سيدي تفضل انت سيدي. تفضل. انا بدي اروح جولي على المحافظات وبدي شرف ارتاح تفضل. بدي اروح جولي على المحافظات وحابب اسالك السؤال، اذا رحت على حمص شو جيب معي؟ يعني حمص بشو بتشتهر؟ حمص سيدي بشنجليش. شنجليش حمص ما في اطيب منه بنوب، والحلاوه الحمصيه مشهوره كثير كثير مشهوره. عظيم. ومن حما؟ حما فيها البوظه، فيها حلاوه الجبن والمعجوقه سيدي. طيب ومن حلب؟ حلب مشهوره بالزعتر سيدي، زعتر حلب ما في اطيب منه ابدا. ولا تنسى صابون الغار، لا في صابون قبله ولا في بعده، هذا خصوصي للصلعه سيدي. يعني هي الغره طلعت لك من الغار. طيب ودير الزور؟ دير الزور مشهوره سيدي بالجبنه الطيبه والسمن العربي. ومن الساحل؟ بالزيت والزيتون سيدي والسمك. طيب ما بتعرف شي محل اقدر لاقي فيه هالاشياء كلها دفعه واحده؟ لا ما بعرف ابدا. انا دلوني على محل بس ما صدقته. شو رايك نروح نشوفه سوا؟ يلا وقف على حيلك لنمشي. انا واقف سيدي. عفوا. يلا تفضل سيدي تفضل. اعطوني اياه. وين سيدي وين؟ هون. وين هون سيدي؟ هون هون هون؟ ايه هون مكتبي سيدي. ايه هون اعطوني العنوان بمكتبك سيدي. بتكونوا غلطانين سيدي. سيدي قولوا غير الحكي، هذا هون مكتب سيدي مو محل اسماني. مزبوط، بس حضرتك حولته لمحل اسماني. انا سيدي؟ ايه انت. افتح لي الخزانه. الخزانه ما فيها شيء سيدي، كلها قضابير ومعاملات واوراق وبس. افتحها، انا جاي على بالي اطلع على القضابير. يا ابرك سيدي هيك بسيطه سيدي. ابرك يظهر سيدي المفتاح وقع مني بشي قرنه ومالي منتبه سيدي. بسيطه سيدي، انا من البيت عندي نسخه ثانيه منه. بكره سيدي ان شاء الله بجيب معي المفتاح سيدي وبتطلعوا على القضابير مره ثانيه سيدي. على راسي سيدي امركم. ما حزرت. شو معناتها ما حزرتي هي؟ بنخلع الخزانة. لا لا تيجي لا تقول اقلع بالك، لا طول بالك تيجي خذها بحلمك. مندور مرة ثانية عن المفتاح سيدي شوي شوي. ها سيدي انا هي الجيبة ما كنت عامل حسابها ابدا. المفتاح شو سيدي؟ هي المفتاح. افتح الخزانة. امرك سيدي امرك. فتحتها سيدي. افتحها منيح. فتحت سيدي. افتح الدرفتين.
الله شو هاد زيتون وجبنه وزعتر ودبس بتحب تتحلى انت؟ في عسل كمان سيدي عسل هدول سيدي كلهم انا جايبهم من البيت من عندي سيدي لانه انا دكتور سيدي هي الاعتبار معي صرحه قال لي لازم تاكل كل 3 ساعات وحذرني سيدي من شغلتين قال لي ما بيعطيك الزعل ولا بيعطيك هز البدن سيدي سبات شوف لا تجدب علي يا ابو ساهر قصة الاغراض هي كلها انا بعرفها بتشيلهم من الخزانه وبتبطل هالعاده ولا بطل يا سيدي التوبه يا سيدي دخلنا على زوجي التوبه يا سيدي التوبه زيح هيك زيح مرحبا يا اخ يا اهلين تعرفي وين بلاقي ابو رعد ايه ليكو قدام شباك البوفيه لك شو هالمديرية هي وشو هالموظفين لا عاد استحوا على دمهم ولا خافوا والله العمى لو واحد غير ملعون كان مشاها هو عم يضحك بس ما بتروح غير عند درويش اللي مثلنا بيقلعونا تقليع شبك ليش ضايج احكي لي خير شو القصة اخي تكني بهمي الله يخليك ها واصلي معي لهون خير شو مشكلتك احكي لي بركي بقدر ساعدك انت ايه انا لا تستخف بالمنظار الله بيضع سره بعد عف خلقه احكي لي اخي ابو زاهر ما رضي يمشي لي المعامله قال ما انا نظاميه 100% وين معامله ارجيني يا شو شرف هاي شغلتها بسيطه كثير بسيطه ما رضي يمشيها منركب لها رجلين وبتمشي لحالها بس اخي انا مستعد ادفع اي مبلغ تطلبه انا محضر شنطتي وماشي بدي سافر وهالمعامله لازم اخذها معي هالمعامله تسعيرتها طربوش بكفي تعرف ايه انا ماني مطمن لك ليش حط ايديك واجريك بمي باردة 5 دقايق بروح بوقعها وبرجع بس انا الي شرط اذا وقعتها رح اعطيك بدل الطربوش طربوشين جوز طربيش طربوش ينطح طربوش اما اذا ما وقعتها انا باخد حقي بايدي ولعلمك انا عضو بنادي الملاكمة احمد علي كلاي يعني دير بالك ماشي الحال قبلت تفضل انتظرني هون ماشي أنا ما قلت لك لما أجيب لي هيك معاملات غير قانونية خذ معاملتك وطلع برا أستاذ أمين أنا أبو رعد بلا أمين بلا خاين بلا أبو رعد بلا أبو بر كيف بدك عني أحسن لك طلع من وجهي طيب تاخذ لك سيجارة تروق بابا أنا بطلت الدخان بابا الدخان بيعمل سرطان سيدو شو شايف المدير العام الدكتور مأثر عليك لا دكتور المدير العام تبعنا ما له علاقة بالدخان هو الدخان مأذي أبو زاهر إذا معصب برجع لعندك بعد ربع ساعة شو قلت؟ لا لا لك هديك المرة وقعناها وما كان في غير أنا وإنت هديك المرة شفت بعينك شو صار المدير العام أصدر عقوبة مع وقف التنفيذ وأنا ما بدي أعطيه مجال ينفذ عقوبته فيه بقى شو رأيك؟ لك اللي فسد علينا هذيك المرة للمدير العام ما بقى يسترجي يجي على المديرية شبك بصراحة أنا تبت طيب وقع هالمعاملة وبعدين توب توبة نصوحة أخي أنا بدي توب على كيفي مو على كيفك يخلي لك أولادك وقع ببوس إيدك يا أبو زاهر يستر عرضك وقع شبك متآزي لا بشر طب ما فهمت ولا انا فهمان شيء يعني حضر لك طرابيش بطلت موضه الطرابيش اصبر اللي اول شرط اخره سلامه شرب معي بس لا تقوي شرب لا تخاف شرب لا تقوي خاف يمهل ولا يمهل تفضل اهلا وحيد
ايه سهلين اهلين اهلين وحيد. طمني نجحت الخطه؟ شو نجحت؟ اكل بوكسين مرتبين. ليش هيك عملت؟ الله يسامحك بس ما تكون عطبته. لا شو خايف عليه؟ لا تخاف لساته عم يمشي. تفضل استاذ، هي قطباره تبرعت ساعه لتجيب القطباره يا طلال. استاذ القطباره كانت ضايعه، المديريه كلها اللي ضايعه. شو هادي؟ هذا ابو رعد معين مستخدم، معناتها المفروض يكنس ويمسح، ليش ما عم يشتغل شغلته؟ الاستاذ ممدوح عفا وعينه بمكتب. لك عم تعمل لي قرار نقل لابو رعد من هون للمرقاب، بتجيب لي اياه مشان نوقعه بسرعه. حاضر استاذ. خلي الانسه امل تطلب لي رئيس المرقاب على التليفون. حاضر. رح كمل عليه. شو ما لقيت اريح من المرقاب تنقله عليه؟ أنا بدي كمل عليه بطريقتي مو بطريقتك، أصلاً أنا مالي مع العنف تبعك كله. نعم. رئيس المرقاب معك على الخط أستاذ. طيب شكراً. ألو. يعطيك العافية. في مستخدم اسمه أبراد راح أبعث لك إياه. نقلته من عندي بالمديرية. بدي إياك تشغله بتنظيف سيارات المديرية. يعني بده يضل عم ينظفها من الصبح للمساء، حتى لو كانت نظيفة. بدي سيارات المديرية تضل عم توج وج، ما بتخليه يهدى ولا ثانية. اسمع، إجازات ساعية إله ممنوع، إجازات عادية ممنوع، مرضية ممنوع. بدي شوفه دايماً عم يشتغل، وإذا مررت بالصدفة وشفتك مالك مشغله رح عاقبك إلك، عم تفهم؟ أيوة. طيب أهلين. الله تاليك مو قليل يا أحمد. وين عقوبتك؟ وين عقوبتي؟ قل لي، بدك تكمل مسلسل ولا بطلت؟ لا شو بطلت؟ الأواعي جاهزة. حاول أن تقتصد قليلاً فهذا. حبيبي ممكن بشوف معاملة تبع نهنو؟ إيه بشوف تبع نهنو. أهلين، تفضل تفضل يا عم. أكيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً. شوف هي المعاملة عندك أستاذ؟ إيه على راسي. سلم راسك. عندي حبيبي عندي، بس هي المعاملة مو مضبوطة. شلون؟ فيها توقيع غير نظامي. أنو توقيع؟ هذا حبيبي هذا، جرب شوف. ها ايه، هذا توقيع القنصل بالاسكندرية. قنصلنا اللي بالاسكندرية حبيبي مو هيك اسمه ولا هذا توقيعه. بعرف، القنصل السابق أعطاك عمره وعين واحد بداله، هذا اسمه وهذا توقيعه. أخي نحن ما أجرى شيء بالخصوص، بعدين نحن ما بنعتمد غير توقيع القنصل اللي اسمه عنا. فهمه أستاذ فرحان فهمه؟ فكر الشر شو هذا؟ هو منين بدي اجيب لك توقيعه؟ بلحقه على القبر؟ حبيبي هي مشكلتك، بتلحقه ما بتلحقه تصطفل انت حر؟ هلا انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لا عم امزح. يا اخي بس بوزارة الخارجية صدقوا لي المعاملة وهي ختم وتوقيع الوزارة. شفته؟ إذا ما في مشكلة. لا في 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 يعني بجوز بوزارة الخارجية ما انتبهوا الموضوع وصدقوا لك المعاملة بدون ما يطلعوا عليها وينتبهوا عليها يعني. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من مين بدي لاقيها أنا؟ منك ولا منه؟ بعدين مين متصبح أنا اليوم؟ أخي أنت طول باله، طول باله أنت. شلون بدي طول بالي؟ بوزارة الخارجية اعترفت على توقيع الموظف والأخ ما بيعترفوا على التوقيع. إيه بس إذا ما في مشكل ما في له هل، كل مشكل في له هل. إن شاء الله شو الحل؟ هاتوا الهن، هن. أنت لازم بشوف مدير عام. المدير العام؟ ايه مدير العام. شو بقى بخوف مدير العام؟ مدير العام بشوف مدير العام. ايوه بركي ما تسألني. لا يستقبلك، انا عارف مدير العام كويس. ماشي لنجرب. ايه وين بيروح انت؟ لعند المدير العام. لا ما مدير العام مو هون، مدير العام بده 2 ساعة يرجع. ايه بعد 2 ساعة برجع لعنده. ايه استني عنده. افرح يا قلبي لك نق. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي احلى سندويشة جبني للاستاذ عبد العظيم وهوية. شكرا حبيبي. وكاسة شاي اكرك عشان. يسلمني، بس تاني مرة الله يرضى عليك لا بادخلني، من عرفناكم؟ على راسي استاذ. استاذ عبد العظيم. نعم حبيبي. ايه امرني. الحالي واقفة، دبرنا بعرفتك. ايه فهمت عليك. حبيبي خود هدول اللي هني، شايفهم؟ ايه دبر حالك فيهم اليوم، بكرة بدبر لك شوي يدوك لاخر الجمعة. على راسي. لك. يا حبيبي كملت. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا حبيبي انا بيحسن يحكي معه انت ولا بيستنى بيخلص هي؟ لا
لا لا بيحسن يحكي. تفضلي تفضلي. ما شاء الله بده 10 ساعة يخلص. لطيف لطيف. هي معاملتك. شو المعاملة تبعنا هنو؟ حبيبي هي معاملتك مطولة لحتى تجي لعندي. بدها المالية والبلدية وإدارة مشروع الصرف الصحي. عرفت شلون؟ والمحافظة ولجنة المبايعات بمعمل المعكرونة وبتعدين بتروح حبيبي لعند جمعية تلوث البيئة ورد المحافظة مرة ثانية وبترجع لعندي فورا مشي لك اياها. يا حبيبي شو دخل أنا معاملة تبعي معكرونة؟ حبيبي منشان الإدارات والهيئات والوزارات يكون في تنسيق مع بعضها البعض ولا نفكر كل وزارة بدها تشتغل لحالها. لا ما بيصير لازم تنسيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله خلصت. ذكرني بالاسم. شوكة الحلبي. شوكة الحلبي. مر علي الاسم معاملتك خالصة. اسمح لي فيها. دور عليها بدون جنيه. على عيني. ما في شيء. دور عليها هون عند أستاذ فرحان. كمان ما في شيء. دور عليها هون بابا. ما لقيتها. دور منيح فتش بحبش دور. دورت ما في شيء. ايه معناتها معاملتك ضاعت. ضاعت؟ ايه نعم ضاعت. لا تنسى انه هي معاملة رسمية وانت مسؤول عنها. حبيبي معاملة رسمية وانا مسؤول عنها وضاعت طارت. طارت؟ ايه. ليش المعاملة إلها جناحين للطير؟ ايه بتطير باذن القادر، الله قادر على كل شيء. لا اله الا الله. وهلا؟ هلا مالك غير تساوي معاملة جديدة وانا بوعدك مشي لك اياها بسرعة. معاملة جديدة؟ ايه. ايه انا الدخت السبع دوخات وقت ما وصلتها لعندك بتقولي معاملة جديدة؟ ابطيتها كل 10-15 توقيع شبنا. ما عجبوك؟ كل توقيع بيقرني انهلت رجلي وقت ما جبتهم من الاتحاد الرياضي للاتحاد النسائي اهلكت وقت ما وصلت لعندك. اخي ما عليك الا انك تعمل شوية رياضة يعني، وهي اخ مع معاملة مثلها بتعملوا رياضة جري تتابع. هو بوقف وانت بتمشي، انت بتمشي وهو بوقف وهكذا، جيبوا لي اياهم شغلكم اياهم، يلا حبيبي يلا توكل. منحوس منحوس لو علقوا على بابه بلا نقوله. خلص انا بوقف انت بمشي، انت بمشي انا بوقف. نعم؟ امشي معي لهلا. لوين؟ انت امشي معي حبيبي امشي معي. امان الله. اهلين الشباب على راسي. اهلين اهلا وسهلا. حبيبي اعطيني سندويش. مو على عيني سندويش. معصب ما بدي. مو مشان سندويش بدي ادور المعامل هون. هيا افرح يا اهلين. مو على عيني مو على عيني استاذ. يا ميت اهلين وسهلين. لقيتها معاملتي معاملتي معاملتي. وين يا استاذ السندويش؟ كملت التقت المعاملة التقت التقت التقت. تفضل. وين هيتوا؟ دارجنا هداك مكيف. رح تجذب علي انت وياه؟ ليش الله كادر على كل شيء مثل ما دارت مثل ما مكيف. وين هيتوا؟ لقيناها بوفيه. بوفيه؟ شو وصلها لبوفيه حي قلبي؟ شو بيعرفني انا بيجي بيسأل هي شو وصلها هي بوفيه؟ انت شو دخلك؟ لحظة على هنا. بسيطة اخي بسيطة، اللي صار صار طالت ووقعت. استاذ شوف لي خاصة لابوس ايدك، خليني اتيسر. هاي المعاملة ما عاد تمشي. ليش بقى؟ مالك شايف مفشي زيت فيها تفشي لدرجة انه اجى على اهم توقيع فيها لحتى صار انه التوقيع مو معروف. شوف. والمعنى؟ المعنى ما في خواص، بدك تعمل رياضة حبيبي. اخي ببوس ايدك دبرها. لك شو يدبرها؟ يعني وقع لك بداله عشان انت مو بالتزوير؟ لا لا انا ما قلت هيك. شلون؟ ما بعرف. لك انا ما بعرف. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. خلص طولي بالك انت، ما في مشكلة الا في الى هل. خلص انت معاملتي بمشي ما معاملته انا. انت مو فاضي، انا بياخذ معامله بمشي له. والله بتكون عملت معي معروف. ايه هذا معامله. تفضل. بس بدها تبييض. هي معامله ولا منقوشه؟ كله زيت هلا. انا ببيضها ما بيهكى الهم انت. وين بدي اشوفها؟ خلص بكره يا بعد بكره بلاقيها هون على هي ثوري. متفائل كثير وعندها لبعد 15 يوم، لا تخاف. انا ما بيحكي معه انت راسك وشاي، ما بيحكي معه انا. انا بيكي خلص، انا بيقول له بكره بعده بكره بلاقيها هون جاهزه هي المعامله. شو شباب؟ نعم تروحوا تقبضوا؟ اجت الرواتب؟ لا وصلت يا كريم. حلو اجت الرواتب. انت شو دخلوا انت؟ ما دخل. ليش بيجي الرواتب؟ هذا بس هذول بيقبضوا موظفين كلهم بيقبضوا. يعني انت بتعمل مثل ما عم اقول لك، انا المدير العام وامر الصرف هون. اذا عيط او خانه بعته لعندي انا بتفاهم معه. طيب مع السلامة. ادخل.
داخل على الله وعليك. لا تاكل هم يا ابني، مشكلتك انحلت. انا مشكلتي؟ المشكله اللي جاي لعندي مشانها. شو عرفك فيها؟ شو مفكرني انا طلطور؟ انا مدير عام يا ابني، يعني بعرف كل شيء عم يصير بهالمديريه وبغير مديريات، بشم على ايدي انا. استاذ طلال. نعم استاذ. تعال عندي. حاضر استاذ. نعم استاذ. استاذ طلال بتاخذ سياره وبتروح مع الاخ لوزاره الخارجيه، في له كتاب، ما بترجع الا والكتاب معك. كتاب شو سيدي؟ هو بيشرح لك على الطريق وبعدين بتمشي له اياك. المسكين صار له اكثر من جمعه ما في غير بيقدفوه من موظف لموظف. ماني عرفان شو بدي اتشكرك يا سياده المدير. لا يا ابني هذا واجبنا، الله معك. استاذ عفوا، انت من حمص ما؟ ايه. شو عرفك؟ صحيح حمص مشهوره بالشنجليش؟ حمص مو مشهوره بشيء. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا استاذ. كل شهر وانتم بخير. انتم بخير. انتم بخير. مشيني ابو وفاء، الباب فاضي برا، ما لي حدا. طول بالك. شو بده؟ طول بالك. يومين ثلاثة هلا بينصرفوا. هلا مو وقت تركيز على البيت. ايه. عم نشتغل يا بابي. مبروك. خفيها شوي، في غيرك بده يوقف. تعي تعي لك وين؟ لك روحتي الراتب اخذه انا. مفروض بلا العذاب معتز. رح تلتفت انت. شرفك شريف. انا بسليم. انا بسليم والله يا رب. دوري. اجا دول؟ ايه. تسلم يا وفاء. تخرجهم من هنا يا شريف. شرف عظيم. تخرجهم من هنا يا شريف. وفاء شلونك؟ الله يقويك. طمني، ان شاء الله ما في حسميات هالشهر. اطمن، هالشهر حاسمين لك الراتب كله. شلون 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 اخي، ما سمعت عيدا؟ مالك اسم بالجدول بنو؟ شلون صارت هي؟ من اول ما توظفت انا عم بقبض من عندك. اخي هاي الجدول قدامك، شوف اسمك مو موجود. ايه بشوف. ها في شو؟ وهذا الاسم المشطوب اسم مين؟ شوف هاي اخرويه واويه، يعني انا شو هذا الاسم تكرر مرتين شطبته. واسمي وينه؟ ما بعرف، بجوز طار. ها طار. طولوا بالكم يا جماعه، اخبكم انا زلمه لي وضع خاص، ما بقدر فوت على البيت اذا معي راتبي. طول بالك. خلصنا. شو الشغله الثانيه ابو مفعى، على كيفك بتطير، على كيفك وبتشطب، على كيفك. اخي لا تصرع لي بعد عن الطاوله. مالي بعد بدي اقبض راتبي، وانا ما بقدر اقبضك الا اذا كان اسمك بالجدول. تفضل. بسيطة، انت ابو موفى وانا عبد العظيم ماوية. انا اي أيوة. وبعدين؟ ما قبل يقبضني سيدي، قال شو؟ اسمي طار من الجدول. عبد العظيم وهوية، وهوية سيدي 363 شهر دوام، اسمه يطير؟ مثل ما طارت المعاملة من مكتبك وهديت عن بياع الساندويش ووقعت بسلة المهملات. رد؟ ما ترد؟ سيدي شو بدي رد؟ راحت بالغلط. ها بالغلط. طيب المواطن شو ذنبه؟ صدقني ما بعرف شو بدي اقول لك. لا تقول لي شيء لاني ما راح اقبل لك ولا عذر. سيدي انا اسف، بوعدكم هالشيء ان شاء الله ما بقى يتكرر ابدا. كونك اعترفت بغلطك هذا شيء منيح، بس ما بكفي، لازم تصلحه. بصلحه سيدي بصلحه، ليش لا؟ بس الراتب، لانه يعني مرتي، وهذا الشيء ما بقوله الا لك يا سيدي، ما بتفوتني على البيت اذا ما كان معي الراتب. راتبك بتقبضه بس تعمل لك شوية رياضة وتركض بالمعاملة تمشيها وتحط عليها كل التواقيع اللازمة. سيدي المعاملة بدها جمعة، وأنا ما معي حق رطبة خبز، والولاد بدهم ياكلوا، ومرتي سيدي مرتي. أنت وهمتك، بعدين رياضة بتفيدك، على الأقل بتدوب لي الحل اللي ناتع قدامك. سيدي لشو كل هالتواقيع؟ المعاملة مو محرزة، وكل هالتواقيع ملازمة. بس أنت مصر على هي التواقيع؟ لازم يكون في تنسيق بين الوزارات. يا سيدي مزبوط، انا مصر لانه الروتين هيك. طالما الروتين هيك معناتها هيك. سيدي انتو المدير العام وبايدكم الحل والربط،
ولازم تطلعوا لنا يعني اذا سمحتوا قرار نمشي هالمعاملات بدون هالتوقيع الروتينيه. نحن شو دخلنا بالاثار والمتاحف والصرف الصحي والاتحاد الرياضي؟ هي معك حق فيها، رح ادرسها بس مو هلا. انت سيدي بس تمشي المعامله. سيدي انا رجال كبير ومعي الدوالي ومعي صمام مبخوش. سيدي نعم مبخوش، مو غرض رياضه. واسمك ما بيرجع على الجدول لتخلص المعامله. امر الله. السلام عليكم سيدي. يا حصلت عليك يا عبد العظيم. صمام مبخوش يا عبد العظيم. يا حصلت عليك يا عبد العظيم. ادخل. يعطيك العافيه استاذ ممدوح. اهلين ابو العبد. الحالي يا استاذ ممدوح الحالي، شوف المدير العام شو عمل فيني. شو هاد؟ دم؟ المدير العام عمل فيك هيك؟ ليش مين في غيره بيقدر يعمل هالشغله؟ اجيت والله جابها، اجيت على رجليها. تعمل تعال تعال معي. عود هون واحكي لي قصه من طقطقه. لسلام عليكم. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. ليش ما وصلتك نسخه عنه؟ لك اني نسخه ما نسخه، شو لك اللي خليتك تخبط؟ اخ يا استاذ مفتوح، اخ فوق الموت يا عصد ابوك. ومعي قوم لاخذ لك حقك. تعال. لوين؟ عالشرطة. شو دخل الشرطة؟ هنيك بتقدم فيه بلاغ والشرطة بتتصرف معه. شو الموظفين خدامين ابوه لحتى يضربهم؟